تعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته لنا مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة وفيه نسلط الضوء على أبرز القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين لنستمع إلى إيضاحات بشأنها نجول تعز لنتعرف على ما تزخر به من كنوز أثرية وتاريخية كما سنتوقف وإياكم على بصمات تتقدم فيها الجهود الطوعية في مواجهة وباء كورونا فأهلا بكم مشاهدونا في هذه الحلقة إقبال كبير على شراء التمور في رمضان بتعز ودعوات لإحياء التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة مدرسة الأتابكية آخر شواهد تاريخ الدولة الأيوبية في تعز وأهم المعالم التي أضحت عرضة للإهمال والتخريب أول مركز للعزل الصحي في تعز بجهود طوعية والسؤال عن أسباب تأخر الحكومة في توفير وسائل مواجهة كورونا مشاهدينا يحرص الكثير في تعز على شراء التمور التي تعد من الأساسيات في وجبات الإفطار في شهر رمضان المبارك ورغم الإقبال الكبير على محلات بيع التمور إلا أن البعض لا تسمح حالته المادية شراء متطلبات وجبات الشهر الكريم وهو ما دفع بدعوات إلى تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر التي تعجز عن توفير متطلبات العيش في هذا الشهر الفضيل في هذا التوقيت من عصر كل يوم في رمضان تزداد حركة الشارع في تعز فالسيارات التي يستقلها الناس لا تكاد تتوقف حيث تتعدد الوجهات وكل يسعى لقضاء حوائجه مثل هذا المحل الواقع بشارع العواضي وسط المدينة تنشط فيه حركة بيع وشراء التمور حيث يقبل الكثيرون على طلب أنواع مختلفة منها الرطب والسكري وذلك باعتبار التمر من الأمور التي لا غنى عنها في موائد الإفطار التمر اللي هو الأساس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ولو بشق التمرة أنت يجب أن تفقد جارك بالتمر بوجبة الإفطار بوجبة السحور هذا الازدحام الناتج عن تهافت البعض على شراء كميات من التمور لتكون في مقدمة موائد الشهر الفضيل لا يعني أن التمر في متناول الجميع إذ يشكو البعض قلة ذات اليد التي يقولون أنها حالت بينهم وبين ما أرادوا الحصول عليه من حاجيات رمضان وضع جعل الكثير في تعز يسارع بالدعوة إلى اغتنام فرصة موسم الخيرات والعمل على زيادة الطاعات بالإحسان والإنفاق وتلمس حاجة الناس أوجه هذه الكلمة وهذه الرسالة إلى جميع الآباء والإخوة والزملاء والأصدقاء وكل أبناء تعز بأن تكون هنالك التكافل الاجتماعي يجب أن يكون لدى الجميع يجب أن تكون تراحم يجب أن تتفقد الجيران يجب على كل جار أن يتفقد جاره يعرف جاره ماذا يصنع هل يوجد لديه قوت يومه وخصوصا في هذه الظروف الصعبة هذه الظروف الحرجة وينتهز عاملون في مجال الخير فرصة حلول شهر رمضان المبارك لتحقيق قدر من التكافل الاجتماعي يسهم في مواجهة الضائقة المادية التي تعاني منها أسر هي من تلك التي تضاف يومياً إلى دائرة الحاجة في ظل وجود نازحين ومعدمين تضرروا بفعل استمرار الحرب وتأثيرات تداعياتها على الوضع الاقتصادي ليس في تعز وحسب إنما وعموم البلد أتمنى من التجار أن يتعاونوا مع المواطنين وأن يعني يحسبوا الأسعار تكون بأسعار مناسبة حتى لو في يعني نوع من الارتفاع في الدولار أو حاجة زي نتمنى التعاون معهم مع المواطنين ونتمنى من الإخوة المرتاحين التجار أن يزيدوا يتعاونوا مع الأسر التي هم نازحين
من مناطق أخرى. الجود من الموجود مقولة يستشعرها الكثير في تعز، ويعمل من خلالها فاعلون وخيرون من أصحاب الهمم العالية أملاً في الوصول إلى تكافل اجتماعي يسهم في التخفيف من أعباء الحياة، ويحول دون مواصلة أسر متعففة صوم رمضان ليله بنهاره. وللوقوف على موضوع التكافل الاجتماعي وأهميته خصوصا مع شهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نستضيف معنا الشيخ علي القاضي، عضو هيئة علماء اليمن. أهلا بك معنا شيخ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. يعتبر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، كيف يمكن للمرء أن يغتنم وينتهز هذه الفرصة في للتكافل الاجتماعي وتعزيز هذا الجانب، في خصوصا مع الوضع الحالي والظروف الصعبة التي يعيشها اليمن بشكل عام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونشكر لقناة بلقيس هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يوفقها لكل خير. رمضان شهر التراحم وشهر الرحمة، فمن الجوع المشترك ومن الألم المشترك الذي ينشأ من الجوع والعطش تنشأ الرحمة وينشأ الإحساس بالآخرين. والرحمة في الإسلام ليست نافلة وليست مجرد فطرة طبيعية، بل هي واجب شرعي، ولذلك قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالمرحمة أكبر من الرحمة، المرحمة معناها أن تنشأ جماعة متحابة مترابطة، أمة يوصي بعضها بعضا بالرحمة، فنصبر على بعضنا بعض، ويصبر الغني على إلحاح الفقير، ويصبر الفقير على قسوة الغني أحيانا، ويصبر الفقير على أقدار الله المؤلمة، وينشأ من هذا الصبر أيضا من هذه الجهة في المقابل رحمة من الجهة الأخرى. نعم. فالفقراء يصبرون والأغنياء يرحمون، فبهذا الأمة تتراحم وتتكافل. لذلك شهر رمضان الكريم من أجمل الشهور ومن أجمل الشهور لظهور العواطف، عاطفة الإحساس بالآخرين، عاطفة الرحمة، ولذلك ارتبط بزكاة الفطر فيه، واستحب فيه كثرة الصدقات، واستحب فيه كثرة الخير، وكثير من المسلمين يخرجون زكاتهم في هذا الشهر الكريم. فما أجمل أن يكون لنا موسم عبادي، وهو موسم لظهور المشاعر الفطرية الراسخة كشعور الفطرة، الشعور الفطري العظيم الرحمة. في ظل الشيخ علي، في ظل حالة التدهور المعيشي كالرغلاء الأسعار وتواصل الحرب والحصار على مدينة تعز، ما الواجب المفروض على الفرد تجاه أخيه المسلم في مواجهة هكذا ظروف؟ هذا سؤال مهم. نحن نقول للأغنياء بشكل عام لا تكفي الزكاة لبراءة ذمتكم. لماذا؟ لأنه جاء في حديث ضعيف إن في المال حق سوى الزكاة. هذا حديث ضعيف مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه صحيح موقوف على جماعة من الصحابة، وهذا الحديث ذهب جماعة من الأئمة وفصل فيه الأمر الإمام بن حزم في المحلى، حيث ذهبوا إلى وجوب أن يكفل الأغنياء الفقراء في بمبالغ فوق الزكاة، لأن الزكاة نسبة محدودة في 1,025,000، في 100,000، 2,500، بينما مشاكل الناس متجددة. فالحديث النبوية والآيات كثيرة في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله، رواه مسلم. فمعنى لا يخذله، لا يتركه في شر، لا يتركه في عدوه. فعندما يجد الغني فقيرا في أمس الحاجة، يحتاج عملية جراحية، يحتاج يعني أكل شرب، يحتاج في الشتاء إلى ثياب، ويحتاج وهو لا يعتمد إلا على الزكاة ليعطيها له ويظن له فضل فيها. الزكاة عبادة واجبة، الفضل في التطوعات الأخرى. نعم. فلذلك يجب على الأغنياء أن يبذلوا ما يستطيعون للفقراء حتى بغير واجب الزكاة. لكن بل أيضاً الإسلام، نعم، أريد هذه النقطة، الإسلام جوز أن تقدم الزكاة لسنة أو سنتين. يعني إذا في معنا نقول غني بخيل جدا، فنقول له لا تنتظر الزكاة حتى يموت الشخص، يجوز أن تقدمها عن وقتها لسنة أو سنتين، لما جاء في الحديث الصحيح في السنن وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، أخذ من سيدنا العباس زكاة يعني سنتين. تنشط في تعز مؤسسات ومنظمات وأفراد، لكن كيف يمكن توحيد الجهود لدعم مسألة التكافل الاجتماعي وتقديم المساعدة للمحتاجين والمتعففين من أرباب الأسر؟ الأصل أن المؤسسات والأفراد الذين يقومون بالعمل الطوعي يكون بينهم تنسيق وتكامل، ولكن أحيانا هذا التنسيق والتكامل تقف أمامه عوائق في الغالب نفسية،
فلذلك نحن لا نربط بعضهم ببعض ونقول جزا الله خيرا كل من يتحرك لخدمة الناس سواء عمل فردي أو عمل مؤسسي، وإنما التنسيق يكون أفضل لكي يستوعبوا تتسع مساحة العطاء أكثر، فلا يتكرر نفس العطاء لنفس الشخص أو نفس الحارة أو نفس القرية. فعموما يحبذ التنسيق فيما بينهم، وإذا لم يستطيعوا فجزا الله خيرا كل العاملين في هذا الباب، وجزا الله خيرا كل من يعينهم. نحن في أمس الحاجة إلى أن نتكافل فيما بيننا. الصدقة والإحسان ليس مجرد عمل بسيط وعادي، تأتي المرأة المحتاجة فتكون على مشارف الرذيلة، فتأتي الإحسان فيحفظ شرفها، يأتي المجاهد المدافع عن عرضه ووطنه ودينه على مشارف الاستسلام، فتأتي الزكاة وتأتي الصدقات فتحفظ الجهاد. يأتي يعني الإحباط واليأس والحالة النفسية الفقراء يفكروا بأفكار غريبة ومنحرفة، فتأتي الصدقة فتحفظ نفسية الناس. لذلك هذه الصدقة ليست يعني فضلة عادية، إنها علاج متكامل ومنظومة متكاملة لعلاج نفسي وشرعي واجتماعي. لذلك رسولنا الكريم حثنا على البذل والعطاء والغير المشروط بالكثير ولو بشق تمرة. ما الرسالة التي يمكن أن نستخلصها، وما هي أيضا رسالتك أنت التي توجهها للجميع للإنفاق والبذل لدعم ومساندة المحتاجين في مواجهة متطلبات رمضان والأشهر الأخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في المسند والسنن، يقول: لا ترد السائل ولو بظلف محرق، يعني ظلف شاي يعني عظمة. يعني فهذا الحديث فيه قبل خواطر السائلين وقبل خواطر المحتاجين، يعني نتصدق بالقليل ونجود بما نستطيع كما ذكرت في الحديث ولو بشق تمرة. فالمراد أنه ليس مراد الصدقة فقط، بل ما تحمله الصدقة من مشاعر الاهتمام والحنو والعطف بالآخرين والإحساس بهم. ولذلك الإسلام جعل الصدقة حتى تكون في الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ومعناها أن الإنسان يفرح بهذه البسمة كما يفرح المسكين بالمال. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي عواطف الناس ويكبر خواطر الناس بالموجود، فإذا أراد الإنسان لا يتصدق إلا بكمية كبيرة قد لا يتأتى له وقد لا يتصدق طول عمره. فالرسالة في هذا الأمر أنه تكافلوا واظهروا اهتمامكم ببعضكم واعتنوا ببعضكم بأي شيء ولو كان بسمة ولو كان كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. وبهكذا يكون الإسلام قد وضع يعني أسس الترابط الاجتماعي في وراء مشاعر الناس ونفسياتهم، لنكون كما قال سبحانه وتعالى رحماء بينهم. شيخ علي، أيضا السلطة المحلية في تعز هي معنية ومسؤولة في هذا الجانب في دعم من يقاسون هموم المعيشة وصعوبة توفير لقمة العيش. ما واجب مسؤولي تعز اليوم في هذا الخصوص، وما هي السبل التي يمكن عملها لدعم وتحقيق التكاتف المجتمعي بتعز؟ الواجب على السلطة وعلى الدولة عامة أن تبذل جهدها في في مساعدة الناس واستيعاب المحتاجين ما أمكن. ولكن للإنصاف نقول السلطة المحلية في تعز كما هي في المناطق المحررة، كما هو وضع الدولة، حالتها المادية مزرية وهم يعانون أوضاع غير طبيعية واستثنائية، ولكن مع ذلك نطلب منهم أن يسروا على الناس ما أمكن، أن يضبطوا التجار الذين يرفعون الأسعار، أن يمنعوا قشاع الآخرين، أن يضبطوا العصابات التي تعتدي على الناس، وأن يساعدوا الناس خاصة في الجوائح كالسيول ونحوها، وأن يبذل الممكن. فالإسلام يطلب الإنسان أن يبذل قدرته واستطاعته فقط، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنرجو منهم أن يبذلوا الممكن ولا نحملهم فوق طاقتهم، ونقدر الظروف التي يمرون بها، ولكن هذا الممكن قد يكون حتى شيء بسيط تسد من الجائع شيئا كبيرا. الشيخ علي القاضي، عضو هيئة علماء اليمن، شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم. مرحبا بكم من جديد. تعتبر المدرسة الأتابكية من المعالم الأثرية والتاريخية المهمة في تعز، وعلى الرغم من أن المدرسة تعد آخر الشواهد على تاريخ الدولة الأيوبية في تعز، إلا أن ذلك لم يشفع لها، حيث تعرضت لكثير من الإهمال والتخريب وتغيير في الملامح وسط صمت وتجاهل من قبل الجهات الرسمية والمعنية يبعث على الاستغراب. نتابع. في هذا الحي الواقع جنوب غرب مدينة تعز يظهر هذا السور الأثري
وهو يحيط بواحد من أهم وأقدم المواقع التاريخية والأثرية التي ارتبطت بتاريخ الحضارة الإسلامية وأسهمت كثيراً في التعليم ونشر العلوم والمعرفة. إنها مدرسة الأتابكية، إحدى شواهد التاريخ التي تروي حقبة حكم الدولة الأيوبية في تعز، وهي الدولة التي ازدهر في عهدها التعليم وشيدت دور العبادة وصروح العلم. هذه المدرسة تم إنشاءها في عهد سنقر الأيوبي بأمر من سنقر الأيوبي. سنقر الأيوبي هذا أحد الولاة الذي ولي على اليمن سنة 589 عندما توفي الملك طقطقين الأيوبي. تولى الإمام الوالي الأمير سيف الإسلام سنقر الأيوبي شؤون الحكم في اليمن، وبدأ بالاهتمام بالعلماء ودور العلم والمدارس، وكانت أكبر بصمة له هي المدرسة الأتابكية غرب مدينة تعز بجوار قلعة هزيم. هذا السور والذي ظل يقاوم ولا يزال تغيرات الطبيعة وتمادي العابثين لأكثر من 600 عام يمكن الوصول إلى البهو الخارجي للمدرسة من خلال منفذين، أحدهما في الجهة الشمالية والآخر في الجانب الشرقي. يوصل هذا البهو إلى ما تبقى من المدرسة، وهو بيت للصلاة من دورين يأخذان شكل المستطيل كما يبدو على الدور الأعلى الإهمال جلياً، فيما دفن الدور الأرضي بالتراب الذي يملأ الفراغ فيه. تضم الجهة الشرقية لبيت الصلاة ثلاثة أضرحة، واحد منها لمؤسس مدرسة الأتابكية سنقر الأيوبي، أما الأخريين فهما لاثنين من مؤسسي الدولة الرسولية في تعز. كان هناك ثلاثة أضرحة، وهو الملك سنقار والملك عمر بن علي بن رسول والملك يوسف بن علي بن رسول، هو الملك المظفر الذي تم موارد في أضرحتهم في هذا المكان. ظلت هذه الأضرحة لقرون محتفظة بمكانها في هذه المدرسة، حتى استغل مخربون الأحداث الأخيرة التي عصفت بالبلاد ليتمادوا عابثين بهذا المعلم ويقوموا بتدمير الأضرحة الموجودة فيه وإحداث حفرة في الشطر الشرقي من بيت الصلاة بمزاعم محاولتهم الوصول إلى رفات الموتى والتي يعتقد غالب الأهالي أنها متواجدة في الدور الأرضي للمسجد. القائم على المدرسة ظل يحتفظ بهذه الصور للأضرحة الثلاثة لمجرد الذكرى بعد أن أتى العبث كما يقول على هذا المعلم دون اعتراض أو استنكار من أحد. كان داخله ثلاثة أضرحة من 3 متر، واحد جنب واحد جنب واحد، وهذه الصورة اللي بنينا لكم ورينا لكم في صورة حقيقة قبل أن يحدث تكسيره، ودافعت عنهم دافعت عنهم حتى تعرضت للتهديد ولا، فصورتهم قبل ما يهتدوا بيومين، قلت احتياط ربما يبعثوا الآثار أو يبعث الأوقاف أو يبعث الجهة المعنية لحمايته. اللي دمرهم الجهة المعروفة، قدم عارفين باللي دمروا الجوامع كلهم، دمروهم هم بأيدي من الحارة. تتألف المدرسة في الأساس من 4 أروقة، وهي العادة التي جرت عليها التصاميم فيما بعد في مدارس دولة بني رسول. يتوسطها صحن مكشوف وتعتليها مئذنة في الجهة الجنوبية، غير أن معظم أجزاء هذه المدرسة قد ذهبت، وذلك بسبب الإهمال الذي طالها وكثر أيادي العابثين التي امتدت إليها،
وهي المدرسة التي ذاع صيتها وازدهرت في عهد الأيوبيين في تعز. هو عبارة عن دورين، الدور الذي في الأعلى هو ما يتم الآن تأدية الخمس الصلوات فيه. الدور الأسفل هو طبعا الآن مطمور تماما، لم يستخدم منذ فترة طويلة. ولعل الغريب في الأمر هو إقامة مسجد مستحدث على أنقاض المدرسة الأتابكية، وهو الجامع الذي بني على بركة المياه القديمة واحتل جانبا من أروقة ومساحة المدرسة الأثرية. هناك قوانين للآثار، وهذه تجرم هذه الأشياء أن تدمر معلم تاريخي يتجاوز عمره 800 عام، لأن قانون الآثار ما دخل بعد 200 سنة يسمى أثر، وإذا كان شيء نادر بعد 100 عام يسمى أثر، فما بالك في أحد معالم الدولة الأيوبية في محافظة تعز المتمثل بالمدرسة الأتابكية يتم استحداث على أنقاضه جامع للصلاة. يقول أمين حسن النجار، وهو قيم وإمام مسجد مدرسة الأتابكية، إن الجهات الرسمية أصمت أذنيها أمام دعوات الأهالي للمحافظة على المسجد واحتواء سقوط السطح، مشيرا إلى أنه عمل بجهود فردية على استبدال السقف بأخشاب عادية، وروى تفاصيل حادثة الاعتداء على الجامع والأضرحة التي كانت فيه. قمنا بإصلاحه من قبل عبد الحسان بإصلاح خشب وأبلكاش بالمسجد القديم، وبعدها نتابع للآثار رفع السور من دخول الكلاب من دخول هذا، ولم نحسن صفه، وقد طلع هنا وكيل المحافظ وطلع مدير الأوقاف وطلع رئيس مدير الشرطة لإتمام الآثار ومدير الآثار، ولم نحصل منهم أي شيء، لأن هذا رابع عشر ولا حصلنا أي اهتمام. الهيئة العامة للآثار تؤكد أنها بصدد عمل دراسة سيتم رفعها للجهات المعنية بهدف الحفاظ على ما تبقى من هذا المعلم الأثري في إطار خطة عمل تشمل كثيرا من المواقع والمعالم التاريخية في مدينة تعز. في الغالب تكون الجهود المجتمعية رديفة ومساعدة للتحركات الرسمية في أي من الإجراءات التي تقوم بها الدول لحماية مجتمعاتها من أي تهديدات، خصوصا تلك التي تمس الصحة وتهدد الكيان، غير أن الصورة في تعز تبدو مغايرة، إذ أنه حين غابت الدولة في إجراءات مواجهة الوباء انبرت مؤسسات ومنظمات مجتمعية للقيام بجهود مواجهة الوباء، ومثال على ذلك افتتاح أول مركز للعزل الصحي بمدينة تعز ضمن جهود طوعية. في كثير من الأحيان تعطى مثل هذه الأصوات التي تطلقها الأجهزة الخاصة في المشافي انطباعاً عن الحالة غير المستقرة غالباً، والتي يصل إليها المرضى حيث يرقدون في غرف العناية المركزة، غير أن جرس الإنذار في مثل هكذا وضع وحيث تستعد فيه تعز لمواجهة كورونا يعطي انطباعا إيجابيا لدى الكثير، سيما من يعتد بتوفير وتشغيل أجهزة للتنفس الصناعي ومستلزمات العناية المكثفة في أول مركز يتم افتتاحه في المدينة ويخصص للعزل الصحي في إطار مواجهة الوباء. أجهزة التنفس الصناعي من أضخم الأجهزة، بحيث أنها تشمل عدة مودات، يعني طرق التنفس اللي موجودة اللي نحتاجها المريض، الطريقة الإجبارية والطريقة التنفس المساعد وطريقة التنفس التلقائي، ونقوم نحن بإعدادها وتجهيزها وهي الحمد لله شغالة كما ترون. جهزنا هنا بمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي قسم العناية المركزة للجائحة كورونا، وقمنا بتجهيز 4 أسرة مبدئيا، وفي عندنا غرفتين إضافيتين ممكن نجهزين خلال الأيام القادمة.
ويعد مركز شفا كأحد ثمار الجهود المجتمعية الطوعية في تعز التي نشطت مؤخرا في إطار التحركات والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وهو المركز الذي ينظر الشارع إلى وجوده وبتجهيزات كاملة بادرة أمل تبدد مخاوف المواطن في تعز من توفير ملاذات آمنة للمرضى في ظل عدم جاهزية المستشفيات الحكومية وعدم قدرتها على مواجهة مثل هذا النوع من الوباء. وافتتاح مثل هذه المراكز أولا تخلق روح الطمأنينة عند أخوة المواطنين، أن هناك مراكز بإذن الله سبحانه وتعالى سيتم معالجة فيها الحالات التي قد إذا قدر الله ظهرت عليها مثل هذه الأعراض أو الإصابة بفيروس كورونا. المشكلة كان معنا بالأجهزة التنفس الصناعي اللي كانت صعب إدخالها إلى مدينة تعز سواء من صنعاء أو من عدن، اضطرينا نجيبها من عدن عن طريق شركة وأجهزة ألمانية الصنع. يؤكد مختصون في المجال الصحي أهمية مركز العزل الصحي التابع لمؤسسة الشيخ حمود المخلافي بتعز، وذلك بالنظر إلى التجهيزات التي تضم إلى جانب غرفة العناية المختبر والكشافة وغرف الرقود، إضافة إلى الكادر الطبي الذي تم تأهيله للتعامل مع حالات مرضية من هذا النوع. جميع الأطباء أخذوا دورات مع منظمة الصحة العالمية، عندهم خبرة ودراية كاملة بما يخص الفيروس وكيفية التعامل مع المرضى. هذا المركز هو ضمن مسارات مبادرة مؤسسة الشيخ حمود لمواجهة فيروس كورونا. هناك العديد من المسارات تتمثل بالفحص الحراري وكذلك الرش والتوعية والحملة الإعلامية للوقاية في محافظة تعز. المركز حرص على تقديم صورة تؤكد استعداده لاستقبال الحالات من خلال نشر فرق ترتدي البزات الواقية وأخرى متخصصة بالتعقيم والتطهير، وهي صورة يقول الكثير إنها تبعث على التفاؤل مع وجود أول مركز متخصص بالعزل الصحي في تعز، المحافظة الأكبر من حيث عدد السكان في اليمن. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. شهر مبارك على الجميع، كل عام أنتم وبلادنا الحبيبة بألف خير. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.